احنا كنا فين وبقينا فين. الاول لازم نعرف احنا المحيط او مساحه الارض بتاعتنا المصدق عليها مساحتها 1,100,000 متر. طيب بتتكون من ايه؟ بتتكون من المحطه اللي احنا متواجدين فيها، محطه القطار السريع، فيها محطه ال ار تي القطار الكهربائي الخفيف اللي جاي من عدلي منصور وداخل العاصمه وبيكمل لغايه ما يربط مع القطر السريع. ما بينهم منطقه خدميه، في مبنيين خدمي وتجاري في نفس الوقت طالعين، دول بيستخدموا في مناطق تجاريه، تستخدم في المحلات او كافتريات او اماكن اداريه زي مكاتب المحاماه ومثلا معامل وتحاليل. وما بينهم منطقه بلازا هيبقى فيها كافيتريات وممشى عشان اللي جاي طبعا من محطه ال ار تي وعايز يجي على محطه القطر السريع، يعني لو مثلا في فرق نص ساعه ما بين القطار والقطار يقدر يقعد في الكافيه ياخد مشروب او ينتظر لغايه ما يجي ميعاد قطره، او العكس لو طالع من القطر السريع ال ار تي هيستخدم برده على طول البلازا اللي موجوده ويقدر يتحرك من وسيله النقل لوسيله النقل. طيب ده بالنسبه للمثلث الداخلي للمنطقه بتاعه العاصمه. في مثلث خارجي اللي هي بكامل المسطح زي ما قلنا 1,100,000 متر، دي بتحتوي على برضو مباني تجاريه واداريه هتستخدم في المرحله الثانيه في المشروع. طيب بالنسبه لمشروع القطار السريع او محطه القطار السريع بالعاصمه المركزيه اللي احنا متواجدين فيها، مجموع مسطح المبنى عندنا 40,000 متر، تنقسم ل 13,500 تقريبا للمبنيين. احنا عندنا محطه بتتكون من مبنيين، مبنى شمالي اللي احنا واقفين فيه دلوقتي والمبنى الناحيه الثانيه المبنى الجنوبي واللي يعتبر طبق الاصل المبنى الشمالي ميرور ليه. وبرده معانا 30,000 مسطح الارصفه. نبدا بالمبنى، احنا المبنى عندنا زي ما قلنا اللي هنقوله في الشمالي ينطبق على المبنى الجنوبي. عندنا اربع ادوار او اربع بلاطات، البدروم اللي تحت وده بيستخدم في امور اداريه في غرف فنيه فيه، وبرده يستخدم في الباركينج عشان الناس اللي هتيجي تستخدمها كمنطقه انتظار وركنه. بعد كده الدور الارضي اللي احنا واقفين فيه متواجدين فيه اللي يعتبر بمنسوب السكه، يعني الراكب اللي هيجي من بره هيدخل على طول زي ما حضراتكم شايفين ورانا الارصفه. بعد كده في دور الميزانين، وده ما بيبقاش بكامل المسطح بس ده بيستخدم في الامور الاداريه والفنيه، اغلبيته غرف فنيه وغرف اداريه. بعد كده الدور الاول اللي فوقينا على طول، ده برده بتبقى منطقه مفتوحه فيها بعض من الغرف الفنيه البسيطه، وفي مسجد للصلاه، وفي منطقه مفتوحه مع الستيل ستراكشر او المنشا الهيكل المعدني اللي فوق اللي مغطي المحطه بوجود سكاي لايت ومنظر فخم في التصميم زي ازاز بالومنيوم عشان يدخل اضاءه كافيه وفي نفس الوقت تهويه تليق بالمكان. طيب زي ما قلنا احنا هنا عندنا المبنى الواحد تقريبا مسطحه 6,800 متر، واخوه الناحيه الثانيه يبقى احنا بنتكلم في 13,500 14,000. الناحيه الثانيه بقى او ما بينهم يتوسطهم اربع ارصفه بست سكك. الاربع ارصفه مجموع مسطح زي ما قلنا 30,000 متر، طول الرصيف الواحد 420 متر، والمسافه ما بين وش المبنى لوش المبنى الداخلي 70 متر اللي بتحتوي زي ما قلنا على الاربع ارصفه والست سكك. طب المحطه هنا مجهزه ان هي تستقبل كام قطر او القطارات من انهي نوع؟ احنا زي طبعا عارفين احنا عندنا للركاب نوعين قطارات، القطار الفاليرو اللي هو القطار السريع اللي بيشتغل ب 230 كيلو في الساعه، والقطار الديزيرو اللي بيشتغل بسرعه 160 كيلو، والقطارين هيتوقفوا في المحطه هنا. يعني المحطه هنا هتستقبل القطر السريع والقطر الاقليمي، وبرده في القاطره الفيكترون بتاعه البضايع ودي بتمشي بسرعه 120، وبرده هتتوقف هنا في المينا الجاف اللي معمول في محطه العاصمه عشان التنزيل ورفع البضايع. احنا من اكبر التحديات اللي بتواجه اي مشروع ان احنا نخلي كل حاجتنا محلي على قد ما نقدر، واحنا بالفعل هنا كل حاجه يعني ظاهره موجوده هنا محليه. الخرسانه اللي احنا واقفين عليها، التشطيب بتاع الارضيه والجزء الجرانيت اللي معمول ده مصري، الجداريه والكاونتر اللي ورايا بتاع الاستقبال كل الخامات المستخدمه فيه مصريه، كل الرخام اللي حضرتك شفتيه على الواجهه من بره ده رخام مصري جاي من محاجر وجبال مصريه وعماله مصريه اللي اشرفت عليه مهندسين مصريين اللي استلموه وتابعوا الجوده. على ذكر الجوده، احنا هنا عندنا الجوده في محطات القطر او في هيئه قوميه الانفاق عندنا دي رقم واحد عندنا، احنا بنعمل حاجه زي ما بنقول بتعيش العمر. فاحنا عندنا الجوده من اقل صاموله ومسمار بيركب بنختبره لاكبر لوح رخام او صبه خرسانه، كل حاجه بناخد عليها اختبارات ولازم تتبع لضبط الجوده. وكمان معانا استشاري فرنساوي مكتب سيسترا العالمي، يعني بيدقق على الجوده زينا وفوق تركيز تركيز كمان زي ما بيقولوا عين عن عين عشان تطلع كل حاجه مظبوطه. بالرجوع للحاجه طبعا الحاجات المحليه زي ما قلت عند حضرتك الرخام، الازاز والالومنيوم الفريمات اللي راكبه ده برضو صناعه محليه، الستيل ستراكشر او المنشا المعدني اللي مغطي المحطه ومغطي الارصفه من بره ده برضو صناعه محليه، الخرسانات الحديد كل حاجه عندنا يعني صناعه محليه.
احنا هنا على اول رصيف جنب المبنى او الملقب برصيف 7، زي ما قلنا احنا ما بين المبنى والمبنى 70 متر، مستغله ما بين 4 ارصفه، رصيف 7 ورصيف 8 ورصيف 9 ورصيف 10، وما بينهم 6 سكك. احنا زي ما قلنا ان المحطه هنا بتستقبل نوعين القطارات اللي بيتخدم على الركاب، زي قطر الفاليرو اللي سرعته 230 وقطر الديزيرو اللي سرعته 160. ما بين الارصفه هنا بتتكون من 5 كباري، 2 كباري للطوارئ لا قدر الله، و3 كباري مشاه بتربط ما بين المبنيين. طب احنا هنا راعينا برضو معانا ابطالنا من ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه، بمعنى ان برضو الدخول من بره لجوه بيبقى برامب، ومراعين في التصميم في شباك التذاكر والحركه ان برضو يبقى فيه حركه للاخوه من صم والبطن او الفاقدين البصر لغايه ما يوصلوا للرصيف هنا، وحسب بقى اتجاه الرحله لو متجه ناحيه السخنه او متجه ناحيه القاهره الكبرى او محمد نجيب هنشوف في الرحله على رصيف رقم كام ويقدر يبدل. طب هيبدل باستخدام ايه؟ عندنا سلالم كهرباء، عندنا سلالم عاديه للمشاه، وعندنا اسانسيرات بحيث نسهل على قد ما نقدر لابطالنا من ذوي الهمم او الناس العاديه التنقل ما بين الارصفه. احنا شغالين ابتدينا في بند التشطيبات وخلصنا بند المباني، وحاليا شغالين في البلاستر وشغالين في الفول سيلينج وشغالين دلوقتي في الكيرتن وول وشغالين في اعمال الدهانات واعمال الرخام. تعداد عمالنا تقريبا بيتجاوز من 250 ل 300 عامل، متوفر لهم سكن لائق في المشروع بجانب كل مهمات السيفتي بتاعتهم. عندنا برضو قسم للسيفتي فبيحاول يغطي ده كله تماما ويأمنهم من سائلات ومن الشغل على مرتفعات، ده كله بنحاول نوفره لهم. يعني احنا البنود عندنا بتشتغل بالتوازي، يعني فشغالين بعمل بلاستر دلوقتي حاليا، بنحاول نعمل التشطيبات والتجهيزات لها واعمال الرخام، ده كله بنحاول نوفره وشغالين عليه يعني بالتوازي. وطبعا الاستشاري بتاعنا سيسترا برضه بيحاول يبقى في تناول خبرات ما بيننا وما بينهم، لو في عندنا اي مشكله في الشغل طبعا الهيئه بتحاول تزللها لنا من المهندسين المتواجدين معانا في الموقع، والاداره عندنا باداره الشركه نفسها بتحاول تزلل اي عقوبات، بجانب ان احنا بنهتم بالجوده على اكمل وجه، ان المشروع بالنسبه لنا هو مشروع قومي يعني. والله احنا السلامه ديت هي تعتبر مجموعه من العناصر اللي احنا بنشتغل عليها كبدايه اليوم، وهي تعتبر اشتراطات اللي احنا بنطبقها بسلامه اللي العاملين داخل المشروع. المشروع عندي عشان خاطر نبدا اليوم لازم بعمل حاجه اسمها لائحه تعليمات وارشادات. لائحه التعليمات والارشادات ديت بتخص كل جميع العاملين على حسب كل نشاط كل فرد داخل المؤسسه. عندي الحرفيين انا بوجه لهم بعض من التعليمات اللي هي بتنص على السلامه، وعندي الاداريين اللي هو يعتبر مجموعه الورقيات اللي هي بتخص، والمكتب برضه ده ناس برضه منسق معاهم اليوم بتاعهم. بس احنا اللي بيهمنا ونضغط اكتر داخل المشروع اللي هي سلامه العاملين وبعض من العمال اللي هي بتتعرض لبعض من المخاطر. المخاطر دي في حد ذاتها اللي احنا بنبتدي نعمل معاهم نوع من التوعيه. فالسلامه والصحه المهنيه دايما بتحرص على سلامه المشروع ووضع كل المقاييس والمعايير اللي هي بتحقق بيئة عمل خالية من أي مخاطر. المخاطر ديت على سبيل المثال إن أنا عندي مجموعة من العاملين عايزين يشتغلوا على أي ارتفاعات، فأنا بوفر لهم المنسوب اللي هو يقف عليه وبنسميه السقالة، والسقالة ديت هي تعتبر المكان الآمن اللي هو يقف عليه بشكل آمن، وإحنا بنتابع دايما الإجراءات ديت. بننتقل للخطوة الثانية بعد ما بنوعي الناس، بنبتدي نأمن المكان نفسه بتوفير بعض من الطفايات وبعض من المعدات اللي هي الخاصة بإنقاذ المكان في حالة الطوارئ. عندي دلوقتي ممكن يخش عند حد من الزائرين، الزائر في حد ذاته بيكون للمشروع ما عندوش الوعي الكافي، فأنا بعمل معاه الوعي الكافي من حيث إن أنا بديله الوعي الإرشادي إزاي يتحرك داخل المكان، إزاي يخش المكان ويطلع، برضه بخطة السلامة اللي إحنا بنحطها أول اليوم وبننهيه برضه مع فريق العمل. بنوفر للمشروع بعض من السكنات اللي هي بتتلائم مع المشروع ان هي ما يكونش فيها اي ضرر، ان الفرد عندنا او الحرفي بعد ما بيخلص مهم الشغل بتاعته بيجي يخش السكن بتاعه بيلاقي الخدمه بتاعته، وده كله المشروع بيوفره له. عندنا شركه سياك اللي هي قايمه على التنفيذ، شركه سياك هي بتوفر عندنا السكن داخل المشروع. عندنا محطات الميه اللي هي الخاصه بعمليه تنقيه الميه اللي هي خاصه برضه باستاد العاملين داخل المشروع. عندنا برنامج توعيه وتعليمي داخل المشروع اللي احنا بنأهل فيه كل جميع الحرفيين قبل ما يبدأ معايا المشروع.
قبل ما يبدا معايا المشروع انا بعمل اصطف كامل لكل انواع الحرفيين، كل انواع الحرفيين عشان خاطر انا احط الراجل وانا برضو بطمن عليه بالسلامه بتاعته ان هو يبدا يومه وينتهي بالسلامه. بعمل له برنامج اللي هو التاهيلي من خلال ناس متخصصين بيأهلوه وبيدربوه على بعض من الالات وبعض من الطرق الصحيحه اللي هو يبتدي معانا يومه بالسلامه وينهيه بالسلامه، ودي هدفنا داخل المشروع من حقه لكل الناس اللي موجوده معانا.